أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما
فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور.
وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل ولا تكن مع الكافرين وهي تجري بهم في موج كالجبال قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل يا أرض ابلعي ماءك
على الجند وقيل بعدا للقوم الظالمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. قال يا نوح إن إنه عمل غير صالح قال يا نوح إنه ليس من أهلك إن قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.
سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها فاصبر إن العاقبة للمتقين. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه
صدق.